السلام عليكم، أنا محمد من قناة تي بوي. مؤتمر سكوير إنكس بدأ مع عرض مطول للجيم بلاي بلعبة توم بريدر القادمة. بتلاحظ أن اللعبة تركز بشكل أكبر على استخدام البيئة المحيطة وأيضا على عنصر التسلل. طبعا كالعادة القوس والسهم هو السلاح الرئيسي للارا. اللعبة قادمة في 14 سبتمبر القادم في شراكة بين سكوير وكابكوم لإصدار أحد الوحوش من لعبة مونستر هنتر في لعبة فاينل فانتسي أونلاين، وممكن نشوف وحوش أخرى في اللعبة. في معلومات جديدة طلعت عن لعبة The Awesome Adventure of Captain Spirit. أولا اللعبة بتكون في عالم لاف سترينج، بس مو بجزء جديد بل فرعي. اللعبة بتكون مرتبطة بالجزء القادم من لعبة لايف سترينج، وبتكون متوفرة بتاريخ 26 يوليو مجانا. إعلان جديد للعبة دراجون كويست القادمة وتاريخ الإصدار بيكون في 4/9/2018. عرض جديد للعبة أكشن من تطوير بلاتينوم جيمز اسمها بابلونز فول، قادمة للبلايستيشن 4 وستيم في 2019. شكلها مشروع لعبة الأكشن اللي تكلموا عنه بلاتينوم جيمز، واللي قالوا إنه بيغير من مفهوم ألعاب الأكشن. ننتظر ونشوف. مثل ما العرف نير أوتوماتا بتنزل على إكس بوكس 1 في نهاية هذا الشهر. مزيد من العروض للعبة أوكتوباث ترافلرز تستعرض الكلاسات في اللعبة. جست كوز 4 بتكون في عالم مفتوح أكبر من السابق. الطقس بيكون ديناميكي ويتغير بشكل مستمر. العالم بيكون حي بشكل أكبر من السابق وفي كمية أكبر من الحيوانات. ركزوا على تحسين الهوك عشان تسوي أشياء مجنونة أكثر من السابق. اللعبة قادمة في 4 ديسمبر 2019. في لعبة جديدة مثيرة للاهتمام اسمها The Quiet Man، قادمة لبلايستيشن 4 وستيم، وبانتظار التفاصيل في شهر 8. Kingdom Hearts 3 قادمة في 29 يناير 2019، ولا يوجد تغيير في تاريخ الإصدار. وهذا هو مؤتمر سكوير. مؤتمرهم مثير للاهتمام، وودي أعرف المزيد من التفاصيل عن إعلاناتهم الغامضة. لا تنسى تشيك على التلخيص الموجود على اليسار، ويعطيكم العافية ونراكم على خير في فيديو ثاني. في أمان.